انا متوقع ان دونالد ترامب لن يكمل باي حال من الاحوال. هو فاز لن يكمل ولايته اللي هي تقريبا 4 سنين في الولايات المتحده الامريكيه، وهو الحاكم الذي اتى خصيصا من اجل نقل القدس، من اجل ان تصبح عاصمه ابديه لاسرائيل، وهيكل سليمان او هيكل اللي هو اللي هيتبنى مكان المسجد الاقصى هو جاي خصيصا من اجل هذا البناء وسيساعد في بنائه. بدايه نهايه امريكا على يد ترامب، ومن بعدها هيلاري كلينتون ما هتكمل بعد ما يتم اغتياله. وفي حاجه اشبه بالحرب الاهليه اللي هي حادثه الحرب الامريكيه للشمال والجنوب ايام لينكولن وجورج واشنطن الى اخره، هتحدث العام الجديد في مرشد اعلى جديد بايران، وفي مواجهات وفضائح وفي انقسامات في ايران، وابن الخميني الى الواجهه من جديد وستتصدر المنشطات. بالنسبه لسوريا انا متوقع تقسيمها الى 3 مناطق: سنيه، درزيه، علويه. وبشار الاسد لن يكون متواجدا في الحكم ايا كان. في للاسف تدهور الاقتصادي السعودي، في مناوشات على المنطقه الشرقيه السعوديه، في مشاكل بموسم الحج كنت توقعتها قبل كده مثل رفعه الحرام، المشاكل ستتقوى من جديد. برج المملكه تحت الانظار وفي المنشطات العام الجديد. في امير سعودي سيتم اختطافه وطلب فديه. في 3 امراء شخصيات انا بركز عليهم العام 2017 من 3 دول عربيه او خليجيه تحديدا مختلفه، هم هيكونوا القاده، الفلك بيكشف هيكون قاده المستقبل يمكن خلال 10 سنين القادمين. الامراء حمدان المكتوم من الامارات العربيه المتحده، الامير محمد بن سلمان ولي العهد الاماراتي، والوليد بن طلال، هم دول هيبقوا قاده بلادهم الفتره القادمه. في صبا وانتفاضه في الجزائر، واتوقع عوده الاسلاميين من جديد، وفي انقلابات في دول الجزائر والمغرب. الرئيس الروسي بوتين في لبنان لاول مره، ميشيل عون سيكون رئيس لبنان، ولكن هو بالفعل ولكنه لن يستمر في الحكم، مش هيكمل. اتوقع اللي هو بعديه، اتوقع الاسم اللي بعديه هيبقى سليمان فرنجيه حاجه زي كده، وبرضه مش هيستمر، لان متوقع في نهايه المطاف ان القوات المسلحه او الجيش السندي برضه في مشاكل في الكويت. بالنسبه للاردن في تفجيرات وفي تغييرات تشريعيه بالاردن، والجيش الاردني العام الجديد اللي هي داخل منطقه الضوئه السوريه اللي هي جنوب سوريا اللي هي موجود فيه. حوالين الخليج اللي هي الأهواز الإيرانية وجنوب العراق وقطر والبحرين ومنطقة الكويت والمنطقة الشرقية السعودية كلها تبقى دولة شيعية عربية، كل دي هيتم اقتطاعها.